مجرم ومزعل حجروا بنت عمهم، والغادر الغادر يقول محال. أبيك يا العراف تفهم سلومنا وتقبل لعذري لا يصير خمال. أخاف من أمر على الله كوده، وأخاف من حال بدالها حال. حجروا بنت عمهم؟ عاد وش تقول يا ابو فراج؟ ما هو بس التحجير يا ابو وافي. ها؟ وش اللي غيره يا ابو فراج؟ عيال مغضب يدورون وافي، يبون يذبحونه. ها؟ اللي يدورني يلقاني يا ابو فراج، واللي يبيني يعرف متاني وعرف قبيلتي. والله لو ما معزتك انت يا الغادر هذا انه قد راح. لا لا، وانا ابوك يا وافي، احنا ما نبيك تشب نار الفتنه بيننا وبين عرب فاضل. لا بدا، وانت ما ترضى بعد يا ابوي ان واحد يتحداني ويرسل لي المرسول في واضح النقه وتبين يسكت؟ اللي هددني بالموت ما بعد جابت همه يا ابوي. لا يا ولدي يا وافي، لا يا ولدي، لا تخلينا نخسر بعضنا. انا عزك واحبك يا ولدي وود ابوك، لا تقطع الود بيننا. وانا والله بعد يا ابو فراج لو ما عزتكم وتقديركم ثاني علوم من ثانيه. يا ولدي ابيك بس تعطيني فرصه اشوف عيال اخوي، وان شاء الله ما يصير الا كل خير. يصير خير يصير خير، لكن يا اخوي يا فاضل انت علمني ليش عيال مغضب يدورون ولدي؟ ليش؟ اي والله يا اخوي ما ادري وش فيه. لا لا انا اخوك يا فاضل، لا انت ما جيت بنفسك الا الامر زبير عسير وصلاح ظهر من يدي، لكن علمني. صحيح يا اخوي، والله لولا ان الامور صعبه ما جيتك بنفسي. هجل يا اخوي تكلم، قل لا تخلي شيء في صدرك، اللي في صدرك يظهره. ايه عيال مغضب يا اخوي يعايرونه بشيمه. ها عيال مغضب تعيروا بعيار شيمه؟ ايه. انت وش تقول ابو فراج؟ وافي اخاف. لا لا يا ابوي لا تكمل، انت تعرف ولدك وافي يدفع روحه وحياته في سبيل الكرامة والشرف يا ابوي. وشيمة شيمة مثال للعفاف والطهر يا ابوي. الله يبيض وجهك وعرضك يا ولدي، الله يبيض وجهك ويستر عليك. والله يا عمي والله ما بيني وبين بنتك شيمة الا النظر بالعين والحتي باللسان، وما يوم يدي لمست منها لا ثوب ولا شعره يا عمي. عشت يا ولدي عشت، انا عارف والله انك عريب جدين ولا تجي منك الخمله ابدا، وعلشان شذن شتك. انا ادري يا اخوي ان البنت والولد عفيفين، وما كنت ادري انهم يتقابلون الا من مده قريبه. العلم يا ابو فراج وش هو الراي هالحين؟ الراي يا اخوي اذا انا عزيز عليكم ومقدر عندكم ابي نتباعد بالديار، عسى الله يجيب الخير لنا جميعا. أحسنت يا أبو فراج، هذا هو الرأي المبارك السنع. أي وأنا أبي قريب أغادر الديار إن شاء الله، عسى الله يكف الشر بيننا. لا لا يا أبو فراج لا، أنتم أهل الديرة وأنتم أهلها، ولا يصير ترحلون. حدينا لازم يرحل يا أبو وافي. أنا يا أبو فراج اللي برحل، أنا من باكر الصبح مروح إن شاء الله. أبترخص يا ابو وافي، ودعتكم العرض بالقفا. حاشاك يا ابو فراج، عرضك نظيف طاهر ووجهك حمى قفاك، حافظك الله. السلام عليكم. سلم لنا على اللي ودهم قلبك. الله يسلمك يا اخوي. يا
ليه ذبحتني يا ابوه؟ ليه؟ اصبر وانا ابوك يا وافي، تعلم الصبر والجلد. عسى ما بي شيء يا عمي. ما احنا الا خلاف بسيط. اسمعوا يا الربع. امر يا عمي. حاضركم يعلم غايبكم. باكر حنا ان شاء الله مروحين. مروحين؟ نعم. وين مروحين يا عمي؟ لديارنا الغالية العزيزة يا حمود. بس يا عمي. ولا بس ولا شيء. علم الربع كلهم والعيال كلهم. جمعوا دبشنا كله. وقربوا الزمل. ولا صلينا الصبح ان شاء الله رحلنا. تامر يا حفظكم الله يا الربع. يلا يا نشامة. ايه يا العراف. اليوم اللي انت خايف منه صابك. تجلد يا العراف تجلد. اغلى ما عندك ولدك. ما من الا الزول. وقلبه وعقله هناك. Thank you.
العذاب هذا. صحته وش جابك يا خي؟ جيت اطمن عليك يا خي، تي بدلتي كل حياتي يا شي. تجملي بالصبر. ايه هذا هو قدرنا المكتوب لنا. ايه يا سعدة، كل ما اقول اني لازم اصبر احس ان قلبي ينعصر حصر وما يرتاح الا حين اعود لطيف وافي واصير اسولف معه وحاجي مثل ما كنا نسولف حين نلتقي. سلم الامور لربنا سبحانه، هو اللي يدبر العبد. من لنا غيره يا سعد؟ صحيح ان الصيف طويل بس ان شاء الله يجي الربيع قريب تلتقي انت والحبيب. يا سعد اكثر ما ذكرني ووجع قلبي هالسرب اللي مر هالحين مهاجر. سرب القطة، سرب القطة اللي ترك ديارنا وراح يدور له ديرة جديدة يلقى فيها المال بارد الصافي بدون كدر. يا شيمة، كل المخلوقات عندنا متشابهة بالمسلك، حتى القطة راح يدور له على ديرة ثانية يتخلص فيها من حر الصيف ولواهيب. يا ليتني قطات واروح مع القطة واتبع وافي وين ما رحل وين ما حل، أو ليته يجيب لي خبر عن وافي ويدلني على ديرته. حسبي الله عليك يا عيد. أوصيك يا سرب القطة، خذ رسائلي إلى غالية مبلو عيني تخايله بحسناك، خذ ونات قلبي ودع وقل له همومي بين الأضلاع جايلة إلى وافي العراف بلغ تحيتي وقل له نظيري ممطرات مخايلة من الوجد من الوجد دمع العين حرق الوجنتي والوجد دمع العين واضح دليلة. بالله يا سرب القطة، بالله يا سرب القطة لا تخوني، أبيك لأجيتها برفق انت سايلة وتقول له شيمة برا الوجد حالها ولها دمعتي من عقب فرقاك سايلة. شيمة حركت قلبي يا شيمة، هو اللي خطف مكنون عقلي وشاكل ولحدي سواه من مخاليك نايلة. أهنيك يا سرب القطة تقطع الفضا حسناك، بلغ نور عيني رسائل. ترى وين ديرتك يا وافي؟ كلام الناس صارت كثير يا وافي، والجبيلة كلها قامت تتحدث عنك وعن حبك. ومتى كانوا الناس يرحمون يا مرضي؟ الناس كلهم ما يعرفون الحب يا أخوك، والناس هذول اللي حتون عنا هم ذياب ما يحلالها العيش ولا تنالها الحياة إلا لين قامت تنهش بعضها يا مرضي.
بس يا وافي أنت غريب بين الناس يا وافي، والطلب اللي بقلبك ما يعيش بقلوب الناس. لهالسبب الناس لازم تنهشك يا وافي، لازم. أمس نوري لاح واليوم ما ضاح، أظلم سماي ونور دنياي باحي، فاح العزاء فاح الحشا وسع دراع، من قلبي المجروح تنزف جراحي، حرن بقلبي حرن بقلبي جاح من هاللهب فاح، أحرق عروق القلب والدمع ساحي، حتى حمام الدوح حتى حمام الدوح من حرقتي ناح، حام وتحسن واصطفق ما استراح، أصيح مثل ملوح مبلح جاشاح، لوح الطير انحام وانحى وراح. يا ابو وافي اقعد يا ابو وافي. هادي تروح هادي سند وش بلا سند، انت لها العين زعلانه ولا وش علمت؟ ومنين اقدر اجيب راحه البال يا ابو وافي؟ ما عاد حق الولد هذا ذبحنا يبي يجيب لنا الهم والغم. قلنا نبعد عن ديره شيمه عساه ينساها، لقينا البعد ما يزيده إلا تعلق بشيمة وبديرتها. والله ما صارت، من حلينا الأراضي هذه لنا حول 4 أشهر أنا ما مليت عيني بشوفته، ما غير يسرح الصبح ولا يعود علينا غير الليل. يا ليته يعود علينا ونشوفه ولو بالليل. الحين صار أكثر الأيام يمرح بالخلا ولا يأتي إلا يجيبه مرضي. ما في اليد حيلة يا بنت الحلال، ما في اليد حيلة. ما تشوف لك سوات بوافي، وإيش أسوي؟ ميد هذا مرضي واصل يمكن يصير عنده علم ولا خبر. سلام عليكم. يلا دخيل. عليكم السلام. هذه يا أم وافي تسألني سواته ولا دبره بوافي، وانت وش عندك من علم ولا رأي وانا أبوك؟ والله يا عمي الدبره عند الله، وافي ما هنا إلا رحمة رب العالمين، لا هو بيسمع من أحد كلام ولا يردد كلام إلا كلام شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله يا وليدي، والله إننا نخاف عليه من الوحوش في الخلا ومن الدواب والحيايا، ما رد ليتك تشوفه وتجيبه وتقول له انه يحن علينا، حنا يا والديه حنا لنا حق عليه يا مسلمين. لا حول ولا قوة الا بالله. زين، ابى اروح له انا هالحين
ويمكن الله يهديه ويجي معي اليوم. اي والله تكفى وانا ابوك. يا رجال ترى الولد اذا ظل بعيد عن شيمة يموتنا حنا ويموت هو. طيب وايش تبينا نسوي يا لجودية؟ وايش تبينا نسوي؟ انت ذبحتني بلحتي. لازم نرحل لمربعنا كل سنة، وعسى اننا نتلايق حنا وياهم بالدار ويشوف شيمة. انت صاحية ولا مجنونة؟ على هونك يا رجال، على هونك. انت تبينا نعود هناك يما راضي فاضل حتى ان انت ذابح حنا وياه وقومه؟ لا يا ابو وافي، ان شاء الله ما انت ذابح، بس الولد اذا ما رحلنا هو يروح لحاله ولا نقدر نمنعه. يروح لحاله؟ الولد ما هو برايه يا ابو وافي، صار يتبع قلبه ولا يتبع عقله، وانت تدري وانت عارف كيف صارت حالته. اما في هذه صدقتي، ما عاد لنا من هلا الجسم ولا عقله وذهنه كله عن شيمة. المقدر لابد منه يا ابو وافي، بس خلينا نكون قريبين من ولدنا، لو صار شيء لا سمح الله ما هو بزين نكون قريبين منه ونقدر نساعده. والله في هذه معت حق، معت حق، لكن انا اقول ان شاء الله ان فاضل يتوصل العلم سنه مع عيال اخوه ونرتاح من هالهم هذا ونعيش عيشة سعيده ان شاء الله. ان شاء الله. شوف هالحين بس ياتي تقول له حنا نبي نرحل لمربعنا السنه، اي تلقاه تهلل وجهه وصار يضحك ويتبدل من حينه، وتلقاه رجع مثل ما كان أول. اهدأ شور مبارك، بس وينه؟ وينه مبشره؟ وينه؟ يا صاحبي يا صاحبي، عني تنحيت وابطيت وانا من الفرقة تهلع براتي. يا الوافي الكامل على وصلك أشفيت، والقلب حن وقلت يا عين هاتي. تانك على الله، تانك على الله ما شفقت وتمنيت، وأنا بشف رضاك ترخص حياتي. زولك يصور لي، زولك يصور لي إذا صبحت ومسيت، ويجيبك الهجوس لي في سباتي. من يوم شفتك فز قلبي وهليت ونور فؤادي، بس زهر والنباتي دنياي، دنياي تضحك بس سعد كل ما جيت، وتظلم علي بغيبتك يا غناتي. حلفت لت، حلفت لت بالمعت لي مسف هالليت، ولا نسيت عيون تساحراتي، وين شفت صيد الريم، وين شفت صيد الريم معهن تمنيت، معهن مهاتن مثل صورة مهاتي. أثريك مثلي عايش بالعذاب يا حبيبي، وأنا كنت أظن أنك نسيتني. نسيتت؟ أنا نسيت الدنيا كلها، نسيت العالم، نسيت روحي، بس ما نسيتت أنت يا شيمة، ما نسيتت. يا وافي، كل أيام اللي قضيتها من بعدك كانت في بكى، ولا لي من الذكرى إلا المكان اللي كنا نلتقي فيه. شيمة تعالي نرحل يا شيمة، تعالي نرحل أنا ويات لديرة ثانية غير هالديرة اللي حنا فيها. ديرتنا هذه صارت مليان تنبل وحوش اللي تهنهش بعضها يا شيمة، ونروح لديرة ثانية ما فيها إلا الربيع الخضر يا شيمة، ونفوس الطيبة.
وين يا وافي؟ وين نلقى هذه الديرة؟ الناس كلها وفي كل مكان صارت مثل الذيابة جيعانة تكشر عن النيابة وتبي تنهش ببعضها. لا يا شيمة، في ديرتنا هناك قريبة، أهلها نفوسهم كلها الطيبة وكلها الخير ولا يعرفون الحقد. يا ليت يا وافي، يا ليت إننا نبقى مع بعضنا طول العمر ولا نشوف الوجه اللي كدر علينا صفو الحياة. حنا مع بعضنا يا شيمة، حنا مع بعضنا طول العمر، ولازم نعلم الحب للناس اللي نصادفهم ونعلمهم كيف يخلصوا للحب يا شيمة، ونعلمهم إن الحياة قصيرة ما هي إلا حلم قصير يمر على الناس، وبدل ما يقضون هالحلم بالحقد والكره لازم يقضونها بالحب والوداد، ويزرعون في كل خطوة يمشونها على الدرب نبتة طيبة تحمل لهم الثمر الطيب. ونعلمهم يا شيمة، نعلمهم يغسلون قلوبهم ونفوسهم من الحقد والكراهية، نعلمهم الحب يا شيمة. قلبي يحب الطيب متى تشوف عيني، قلبي يحب الطيب متى تشوف عيني. وافي 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 وافي، ليه تعيدوني لعالمكم اللي مليان بنكد؟ ليه؟ اقعد يا وافي، اقعد يا اخوي. وش تبي مني يا مرضي؟ وش تبي؟ اقعد يا اخوي، ابيك اقعد. يا أخوي كل هالليل وحنا ندور عليك ونبحث عليك وانت نايم في هالأرض هذه. وش تبون مني بس؟ وش تبون مني يا أخوي؟ ما نبي منك شيء، بس نبيك تكون سالم وغانم يا أخوي. أنا سالم لين صرت بعيدا عنكم. يا وافي أخوي، لو شفت حال أمك ومحتالها، أمك عيونها ما ذاقت النوم سبايبك. أمي وأبوي والناس كلهم اللي حولي كلهم يدورون وافي يسعدهم، ولا واحد منهم فكر يوم يسعد وافي. لا يا وافي، لا، أمك وأبوك أما الناس يبونك تترك شيمة، ولكن أمك وأبوك ما يهناهم إلا سعادتك وراحتك. ما يفكرون إلا في سعادتي، سعادة شيمة ليه ما يفكرون فيها؟ ليه يا أخوي؟ ليه؟ يا ريتك ما قومتني يا مرض. ليه يا وافي؟ الله يهديك. بس تصدق لو ما قومتني أعتبرها جميلة لك ما انساها طول حياتي يا مرضي. ليه؟ ليه يا أخوي كنت تفكرها جلو تحلم بشيمة؟ كان مثل الصدق يا أخوك، ما هو حلم،
كنت أنا وشيمة مع بعضنا يا مرضي، نعلم الناس اللي نقابلهم كيف يخلصون للحب. هذا كلام اسمه حلم يا أخوي، اترك عنك الأحلام هذه ولازم تفكر في حالك أنت. أنا أفكر في عيال مغضب واللي حرموني حياتي، حرموني شيمة، لازم أحرمهم حياتهم يا مرضي. حول ولا قوة إلا بالله يا ابن الحلال. عيال مغضب هذول والناس كلهم صارت ما سيرتك إلا فيك وفي عيال مغضب. ثم لا تنسى أن عيال مغضب ثلاثة وهم يدورون ذبحتك، ولازم تحسب لهم ألف حساب. حسب لهم ألف حساب ليه؟ من شأن نفسك يا أخوي، من شأن نفسك لازم تحسب ألف حساب لهم. حسب ألف حساب لنفسي؟ وشيمة ليه ما في أحد يحسب لها حساب؟ ليه يا مرضي؟ يا أخوي يا وافي، حاول أنك تبتعد عن شيمة، حاول أنك تسافر، حاول أنك تسوي أي طريقة علشان تنسى شيمة. أبعد عن شيمة يا مرضي؟ تبين يرحل وشد عن شيمة؟ أنت ما تدري وش شيمة بالنسبة لي يا مرضي. أنا مرتبط بشيمة ارتباطي بهالأرض اللي كلت من خيرها وعشت بوديانة يا أخوك. أنا أحب جبالها، لين تذكرت شيمة تمشي فيها. أحب السراب اللي في الصحراء لأنه يمثل صفة عيون شيمة يا مرضي. مشيتها وضحكتها كلها أشوفها بهالأرض الطيبة يا مرضي. تبين يترك شيمة؟ أنت بزعمك أنك منصح لي هالحين. والله يا أخوي يعز علي أني ألقى أشوفك سعيد مع شيمة. ما في شيء يجي على البال، ما في شيء يجي على الهوى. أنت يا مرضي صديق وعزيز، بزعمك أنك ناصحني لنفسي بالخير. هذا الفرق. لازم يا مرضي أخوك تعرف كيف تنصح أخوك، تنصح بالخير لنفسه، وتنصح يكون عنده مبدأ للإخلاص ومبدأ للحب يا مرضي أخوك. سامحني يا أخوي إن كان دكت عليك ولا ضيقت صدرك. بير ما أدري وش أقول. أنت خايف علي من الموت يا مرضي؟ أي والله هالموت بيجيني، واللي كاتب الله علي بيجي يا أخوك، إن كان عند شيمة ولا بعيدا عن شيمة. بس لازم أعرف كيف أموت يا مرضي. كيف؟ تبين يموت مثل الصقور والطيور اللي تاكل بعضها فوق الجبال، ميتة بدون كرامة يا مرضي؟ ولا تبين يموت مثل شجرة البر اللي تموت هي واقفة شامخة يا مرضي؟ أنا لازم أعيش وأشوف شيمة، ولو مت علشان شيمة يا مرضي أكون مت ميتة شريفة، ميتة طاهرة يا أخوك.
رجم؟ وين اللي بناك وشيدك يا رجم؟ ليتك علي تجي يا رجل، ليتك بظلك تظلني إلي أوجست عقب الفراق لهيب. حبيبي بناكل يا رجم وانتح منساه، لو أن الغراب يشيب يا رجل. ما شفت الوفا كاسب الثنى حليف الندى سفر الحجاج نجيب يا رجل. يا رجل انا من فرقه هاجت مدامعي، ولا لي سواه من العباد طبيب يا رجل. انا وياك في مهما الفلا، والكل من بالفياح غريب يا رجب. انا احبك، انا احبك علشان صاحبي بعيد هو وسط الفؤاد قريب. تمنيت لو الريح تاخذ رسائلي تروح مني للحبيب نديم. صبحك الله بالخير يا شيمة. صباح الخير يا سعدة، أشوفك هنا، وش عندك؟ جيت أدور الحطب، ما ظل حوالينا من الشجر شيء، وهذه ما بعت فيها إلا توالي من الرمل. الله كريم يا شيمة، إن شاء الله مطر الوسم هذا في الخير والبركة. الله كريم يا سعدة. والله يا شيمة شفتك من حين نهضت من الفيضة، قلت أمر أسلم عليك، صار لي زمان ما شفتك. الله يسلمك يا سعدة، والله إنك نعمة الأخت. والله يا شيمة إني أحبك وأعزك أكثر من نفسي، أتمنى لك كل خير. الله يسلمك ويعافيك يا سعد. الله يعاود عليك بالخير. الله يعاود علينا وعليك، بس اللي نودته صار عنا بعيد وتنحى، صعبين عليه إنه يعود ونشوف. شيمة انت من حين ابوك منع عيال مغضب ورفض يزوجهم خفت مصيبتي. الله يعاود عليك بوافي. وش الفايده يا سعده؟ وش الفايده؟ ابوي منع عيال عمي صحيح، بس هم حتجروني طول العمر، وانت عارفه ان المحجره ما تقدر تاخذ المحجرين بالحياه. يا شيمة ربنا كبير ورحيم، حاشا انه يخلي عبده بضيق. ايه والنعم بالله، كل من يشتكي العبد الغير ربه. ايه الله لا يوفق عيدة اللي كانت السبب في هذا التعقيد. لا يا سعدة لا، ادعيلها ادعيلها ان الله يستر عليها ويغسل قلبها من الحقد على الناس بدون ذنب. يا ريت كل البنات مثلك يا شيمة. يا خيا اللي عارف الحب الحقيقي ما يعرف غيره، حيث ان قلبها كله يمتلي بالحب وما يتم فيه مكان لغير الحب. وانا يا سعدة قلبي مليان بحب وافي، وما تم في مكان حتى يفكر بالبغض أو الكره. وعيدة مثل عيال مغضب يا سعدة، عاشوا كل حياتهم حاقدين على الناس بدون ذنب،
وما عاد في مكان بقلومهم للحب، ولا عادوا يقدرون يحبون حد حتى ولو بعضهم. يا اخواني قلت لكم من زمان ان الوسم بشر، وان الناس بدها ترحل الدورة الربيع، وحنا ما عندنا شيء نشيل عليه. وايش تبينا نسوي يا اخوي؟ قلنا لك من اول الصيف خلنا نسرح ندور معازيب عشان انه يتدبر عندنا حق زمل نرحل عليه. ما طعت. اي كنت ملتهي مع عمك، كل يوم انت وياه مسوي لكم صايح بين العرب، وبالتالي فضحنا نفوسنا قدام الناس، ولا حصلتوا على شيمة ولا حصلتوا على رعية عند الناس. وايش تبون اسوي؟ وما ظل عند غير اذبح عمي وتخلص منه. عفية يا الغادر، عفية يا ولدي، نحن ابوك تذبحه وانا حي؟ والله غير اشرب من دمك. يبه يبه يبه، رجعنا للمعاندة والكلام اللي ما يوكلنا عيش ولا منه فايدة. خلنا نفكر بشي ينفعنا. اي ما في غير معازيبنا الاولين، خلينا نروح لهم باشر ولا بد ما نلقى عندهم سراحة. ايوه انا اخوك هذا هو الراي، جهز حالك خلنا نروح لهم باكر. اي بالله هذا هو الكلام السنع والراي المبروك، وتراها ربعكم يكرهونكم كلهم، ولو صار الرحيل ترى تبقون بالدار وحدكم. يا اخواني انا بعد بروح معاكم، عسى الله يفرجها علينا. ادور لي معازيب، وش تقولون؟ وشيمة يا الغادر وش تسوي بها؟ شيمة وش يسوي بها؟ خلها محجرة لين تموت. ايه شيمة ما لها نية، وعمكم يعرف انها محجرة ولا يقدر يزوجها لاحد وحنا بالحياة. وخلنا نشوف من هو اطول خلق، حنا او عمكم. انتم سنعوا ارواحكم الحين، شيمة تربيت فاضل، اما للقبر اما الواحد منكم. خلاص يا ابا حنا الحين ننهج نتوكل على الله، عسانا هنلاقينا عرب ثانية. خير إن شاء الله، توكلوا على الله. يلا توكلوا يلا على الله. الحمد لله ما ناقص منهم شيء. والله يا مرضي انا البارح يورى لي سمعت حجله تنبح، اظهرها مروحه النذيب. لا وانت الصاد تنبح البارح علشان الشاه العرجه الخريبه والد. هلا هلا هلا، حياك الله يا وافي، حياك الله يا وافي، يا مرحبا. يلا حي ولدي. يا هلا يا هلا، حياك الله. الله يحييك ويبجيك أيبة. جابك الله يا ولدي، أنا عندي علم في خاطري يجول، وهالحين ببينه وأظهره لكم. أسلم يا أبوي. أنتم مثل ما تشوفون الأراضي هذه عشبها قل، وحلالنا وحلال عربنا ما عاد يشبع فيها. أسلم. والعلوم اللي تجينا من طرف الديار ذي يقولون الله رازقهم بالمطر، مطرهم ما ينقطع. والظاهر إن نبى نرحل ندور لنا أرض ريفها واجد. اللي تشوفه يا عمي. والله يا ابو وافي اللي تشوفه مبارك هو مبارك. هجل ان شاء الله، الظاهر اننا بنرحل يما دارنا العام، ارض مبرشة واتحفظ معها وعشبها ينبت مبتسر. والله انك صاد يا ابوي، حتى ربيعها يبه مبروك خضر وماها واجد يبه، ربيعها زين يجعلني مبتيك. قوتك ترد الذيك مبهرة. ابشر اليوم ذي عسل بار كثير ان شاء الله. لا زين. اي والله على هالطاري عطنا فنجان انسانك مبهرها انت يا مرضي. ابشر يا اخوي يا وافي ابشر. هجل وانا ابوك يا وافي سمح. الى جا باسر تعين لك بعض الربع من الشباب اللي انت اختار، واجمعوا البل واسروا حوبها، والوعد بيننا وبينكم عقب ستة ايام بالفيضة. فيثة الحباري يا يبه. هي فضت الحباري بس عاد وانا ابوك خليك صاحي،
افطل حلالنا وافطل الرجال اللي معك، لا تدل سجج. ابشر يا طويل العمر، ان شاء الله ما تسمع الا الزين من ولدك وافي ان شاء الله. ونعم ونعم والله ابو وافي شرب العز. ما عليك زود يا اخوي مرضي، وانت قل للاخ حمود وانتم الربع يحضرون خيلهم وسلاحهم وياخذون له ذهاب يكفي لستة ايام ان شاء الله. ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله. تسلمون تسلمون يا عيالي، ما منكم قصور ان شاء الله، تسلمون. الله يطول عمرك. بس انا واني فيه مني معه. هذه يبي لها سؤال يا مرضي، انت مع اخوك وافي دوم الدوم. كفو كفو والله يا وافي، وابشر والله برجال على يد كليمنا. ونعم ونعم، عجلا هذه ما تبي لها شهادة، وذا كلام صحيح. يلا يوفقنا وياكم ان شاء الله. الله يحييك. ايوه انت علامك من هالحين بديت تسجل، توخر يا ولدي لا تدلت هوجس، انما قم سم قم رتب امورك حتى انك ان شاء الله من باكر وانت ماشي، توكل على الله. ابشر يا يبه ابشر ابشر. تسلم يا ولدي تسلم يا جاسر. ان شاء الله يا عمي، ان شاء الله انه فراج بيه الخير والبركه، وان شاء الله انه نشمي وانه على اسمه فراج. الله يبارك فيك يا جاسر، الله يبارك فيك. والله لا نشوفه يا ولدي، ان الوقت راع علينا ولهالحين ما اتفقنا على راي. الراي رايك يا يوبا، وحنا نسمع منك. حدد لنا الديره اللي تشوف فيها سنة عن طيب لنا ولدبشنا. اي زين يا ولدي، الراي اللي اشوفه انكم تعقلون الزمل عند البيوت وتخبرون الرعيان انهم يمدون بالدبش لفيضة الحباري. الله الله، الخمامة يحمدون بيها الريف الواجد. اي يا ولدي اي، هي وسمت بالمطر من زمان وصار 3 ايام والدنيا تخايل بالبرك، وان شاء الله يا عمي انه مطر خير وبركة ان شاء الله ان شاء الله. وبيكم بعد ترسلون 2 من الزمل لبيت عمك العود مشان يحمل عليهم قشه وبيته. العود؟ اي العود. وين يا ابو فراج؟ العود رحل من امس هو وعياله. رحل من امس؟ يعلهم بذلوف وعين ما تشوف. يما يما لا تدعين عليهم بالبعض، البعد ما يفيدنا بشي. وش تقولين؟ أقول إنك لازم تدعين إن الله يهديهم ويخلون حال سبيل. عساهم يبعدون عنا ولا نشوفهم ولا نسمع عنهم شي. يما يما خلنا من طريقهم اللكشر هالحين، وقولي إن إن شاء الله نلتقى نحن والغالي مثل يا عبدار. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. يا ليت يوم يا ليت اننا نلتقي انا ووافي ونجتمع عند الرجم مثل ما كنا. الله كريم الله كريم. سلم عليكم. وعليكم السلام. السلام. هلا يا هلا يا ولدي يا هلا. خير وش العلوم؟ العود موجود والعيال ما هم فيه يا عمي. اي نشدت العود؟ اي بالله، وقال إن العيال ما لهم معازيب وهم يدورون لهم على معازيب. زين زين يا ولدي، ارسلوا له يا ولدي 2 من الزمل وشيلوا له بيته وقشوه باكر. زين يا جاسر؟ زين يا عمي. زين يا ولدي. يما ليه ما نجهز حالنا من هالحين؟ يلا يا شيمة خف ايدك. يلا يما انت لهالحين ما سويت شيء يا عفة. كل شيء يجهز بحول الله. حول الله. يما اها ليه ما نحط القش الخفيف والمونه والمواعين كلها بالعدول؟ هي بنتي نحطهم. يلا عافيه بنيتي عافيه. يلا يلا. اخواني هذا رابع يوم لنا وحنا ندور من عرب لعرب ولا لقينا لنا معازيب. ربنا كريم اخوي الغادر، لكن يلزمنا صبر. يا الربع يا الربع، حنا ذبحنا البرد، خلينا ندورنا شوي تحت طباعتك انت دفع عليها. قم قمي مزعل يا اخوي،
شف لنا شجرات منها الرمث والنيتول هذا، خلنا نشب لنا نار. ايه يا اخويا مزعل، قم انا وياك ندور لنا على حطبات مكسرات من هالشجره اليابس. يلا يا اخو قم. كل هذا بسببك يا ولد العراف، لولاك ما كانت حالتنا الحاله هذه. وين اشوفك يا ولد العراف؟ وش في غليل منك؟ وين يا الغادر؟ خير يا اخوي. يا اخوي شفنا نار كبيره، وشفنا على ضوح النار بيت كبير وحوله طروش واجد. قم ننحر هالبيت. قم يلا يا اخوي. يلا 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 الله خيركم. ها مرضي، ورا ما تصب لنا في نجي من هالدلة مبهرة الزينة هذه؟ بشر والله بالدلة، والله مبهرة وفيها هيل مثل ريح براك الثنايا. كفو والله يا مرضي، تسلم يمناك، تسلم يمناك يا أخوي. بشر والله بالدلة. سم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. هي المغضب؟ هي المغضب؟